هنكمل مع بعض لعبة محاكي ساحة الخردة، عشان ما نضيعش وقت ممكن تصلي على النبي وتعمل لايك وشير وسبسكرايب كمان. مطلوب مننا دلوقتي ان احنا عندنا سبيكر هناخدهم والمكان والبتاع دون، خدهم نرميهم هنلمعهم وننضفهم وزي الفل. يعني هناخد الاتنين السبيكر دول والجهاز ده والامبيانت دون ولا اسمه امبليفاير، هنرشهم الاول، هنرموف الوساخة اللي عليهم ونلمعهم وندهنهم. يلا بينا. طيب هنروح ناخد السماعات، صح كده؟ السماعات دي ولا ايه؟ اول حاجة فينيش مش عارف ايه ماشين. طب احنا المفروض نروح فين؟ هو كان في اسهم على حاجات الزبالة بس ايه، بصوا الاسعار النهاردة حلوة زادت. المفروض اعمل ايه؟ دوس اي. اول حاجة السبيكر والامبليفاير 3 دوس بولت شيلنج. وهنعمل حاجة. طب وفين الباسكتات بتاعت الزبالة دي؟ فين؟ انا مش شايف. هو قالك to be continued. ايوه لازم نرجع هنا. طب هو ده اللي بينضف صح؟ طب تعال نجيب السماعات دي. ادي سماعة وادي سماعة. امبليفاير فين؟ اهو زي الفل. خدنا دول، هنروح بيهم فين؟ نحطهم هنا. ننزل السبيكر. السبيكر التاني. تمام. عايزنا نجيب التول دي. لما لا مش دي، رجع دي مكانها. في حاجة تانية هندور عليها. ده اللي بيدي. هو عايز في تول تانية هننضف بيها وهنعمل بيها. دوس اي. فين بقى التول دي؟ هو ده سبري، ملناش دعوة. ده اللي بيدي. وده بينت تول. لا برضو. طب فين يعني؟ قول لي هي فين الحاجة. هي دي مشكلة، ان هو مثلا مش عامل لي اسهم او حاجة عشان اعرف فين الحاجة اللي انا عايزها. طب نيجي هنا. دي ماشي، دي الحاجات المفروض اعملها. فين بقى التول دي؟ هنا ده وهنا ده. طب نبص هنا كده، تقريبا ده ماشي. لقيناه. ايوه كده ماشي. نضف. يلا امسح، شيل كل القرف ده، شيل. والله الناس دي بتتعب يا جماعه. ايوة. وراح فين؟ وقع مني. لازم امسكه تاني. ماشي زي الفل. الشغلانه مش سهله والله. تحيه ليهم مره تانيه يا جدعان. زي الفل. دي خلاص. ده بقى تعالى حط هنا، نجيب البتاع دي ننضف. طب اقف بقى، تعالى عايزين نوقفها جنب اخوك هنا. طب الباك باك بتاعتنا مفيهاش حاجة. ايوه اقف اقف. ايوه انا عايز اوقف. طب ازاي يقف بقى؟ هو مش عايز يشتغل عليه غير لما يقف. ايوه حلو اوي. لا هي اللعبة دي عايز في ار. اقف. هو عايزني اعمل الاولانية. ماشي معلش. لما لمع
دي اللي هي الفارة. يلا لما علامة. من ورا. زي الفل. او عايز ندهن بقى، رجع لي مكانها. هوب سبراي. اوعى. ما شاء الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا جماعة. احنا ايه، السماعة بقت ايه، لايك نيو، رجعت تاني زي الجديد. بس يا ترى بقى هنقول للزبون ان هي كانت خربانة واحنا صلحناها وظبطناها؟ تاب ابروف دي يا سيدي. حط السماعة التانية، نعمل فيها نفس اللي عملناه. حياة التول دي. اللعبة بقت لطيفة، لا وممتعة الصراحة، يعني مش سهلة، ولازم تخلي بالك من كل حاجة فيها، وفيها أدوات كتير، ولازم تعمل كل حاجة مطلوبة منك، وده الصراحة يعني الحلو اللي في اللعبة، هيسحلك فيها بشكل كبير. وعشان كده متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتقولي رأيك في اللعبة، عشان لو كده ممكن نكملها ونعمل لها سلسلة، نعمل لها بلاي ليست ونكملها يعني لحد ما تنزل فعلا نسخة كاملة ونلعبها مع بعض. ننظف، خد الصنفرة. ويا سيدي نعمل الوش بتاع السماعة، وفوق وناخدها بقى ايه، وش نظافة حلو كده عشان ندهنها. يلا بينا. حلو قوي، رجعها مكانها. ناخد ايه، الدهان. يلا بينا. اللون الاسود حلو برضو. ندهن. والله اللعبة حلوة والجرافيكس بتاعها لطيف زي الفل. تاب يا سيدي، ابروفد. ايه بقى تاني في معانا؟ حاجة تاني، البوجة، الامبر فاير ده صح، هنعمل، هننضفه برضو صح. اوب يا نهار، الامبر فاير يا جدعان، يعني طلعنا يعني الناس اللي ليها في الموسيقى والجو ده هتزعل اول ما تشوف حاجة زي كده. بس ما شاء الله يعني، صلوا على النبي كده، في قلبكم الحاجة ما بتنضف تبقى ايه، شياك. يلا بينا. نضف يا برنس، نضف، صنفر. حلو قوي، رجع العدة. وش ده هنا حلو، فين بتلمع ازاي يا جدعان؟ لا الواحد بيحس ان هو بمجهوده وتعبه لما الحاجة بتخلص. ادهن. بس اتمنى بس الحاجات دي ما تكونش بتتباع ان هي جديدة جديدة، لازم يقولوا للناس ان هي ايه، حاجات متجددة. يلا بينا. تاب 500 على الله. ايه تاني؟ هو احنا كده ايه، خلصنا ده وده وده وده، تمام. في صناديق زبالة دي هنعمل بيها ايه؟ احنا نضفنا وروقنا كل حاجة. طب ايه المفروض مني، المفروض اعمله حاجة تاني؟ ده تعال حط حاجة هنا تاني. طيب اوديو بلاير، ماشي. نجيب احنا ممكن العدة كلها بتاعت الموسيقى تقريبا هتتروق زي الفل، ونبيع بقى ونكسب، خلونا يعني نتنغنغ بقى. يلا بينا الحتة دي، يلا بينا نروح نجيب ايه، انا اسف، نجيب الصنفرة.
لا اللعبة متعوب فيها يا جماعة والله، وليهم حق ينزلوا الجزء ده كده الناس تستمتع وتنبسط، عشان لما تنزل اللعبة الناس تبقى فاهمة وعارفة ازاي التولز بنستخدمها والقصة بتاعتها عاملة ازاي. ادي وش دهان يا باشا، ادهن يا ترى بقى، لابسين كمامة ولا حاجة في وسط العفرة والشغلانة اللي احنا بنعملها دي، ولا تعبولنا صحتنا وقلبنا معاهم. بيع بيع، حلو قوي. دي مهمة جديدة، بيقولك ايه فينيش مش عارف ايه، خلص كل الايتمز اللي معاك وروح العب شوية. ماشي، انا معايا حاجة تاني، معايا حاجة لسه في البوجة بتاعتي. لا مش دي، دي دي ممكن تتنضف. لا مش واضح ان هي مش تبعنا، تعال ناخدها تاني. مش زي الفل، بس تعالوا ايه نشوف المكنة بتاعت الجيمز دي فين. دي اهي تقريبا، هي دي ليفل اب. حلو ليفل اب، نيجي نعمل ايه بقى؟ تمام، توس بول مش عارف ايه. اول حاجة نوبي داون اول ذا اوبجكتس، وقع كل الاوبجكت. ده هنلعب شوية. ستارت، حلو برضو ان هي مش بس شغل، فيها استمتاع كده ولعب. يحذف كده اهو. ايه ده، واحدة بس؟ ليه ليه ليه؟ بسم الله، اوعى اللهم صل على النبي. حلو، تقدمنا. وقع لفوق، اعمل ايه؟ اوقع دول، نجربها كده من الجنب. كنت عايز اوقع صاحبتها معاها. لا مش هينفع، لازم واحدة واحدة. معلش دي غلطتنا احنا، زي الفل. لا لا حلو ان انت بتشتغل وتستمتع برضو. ايه نعمل ايه؟ نوقع في الباسكت. هوب، ايه؟ لا لا انا ما خدتش بالي ان الموضوع ده موجود في اللعبة. لا ممتع، ان هو يعني حبة شغل وحبة لعب كده، حبة لقلبك وكده. هوب، ده مؤاخذة. يلا بينا، 1 2 3 بسم الله. طلعت بره، نايس. واحدة هنا، ارجع 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 ارجع. ايوه هنا، مش في حاجة ناقصة. نوقع تاني واحنا قريب بقى هنا. بص ايه، خلينا في النص. زريبيو، حلوة قوي. لا لا احنا برضو هوب في النص كده هنا. هوب، ايه ده بعيد. انا اسف. قشطة كده، ايه خلصنا. نعمل ايه نعمل ايه؟ اللي هناك خالص دي. لا لا اللعبة، يوه لعبة حلوة جدا. مش عارف ادخل ورا الكورة ولا ايه. بسم الله، صلوا على النبي يا جدعان في قلبكم. حلو قوي. عامل ايه تاني؟ هنا ده في واحدة ورا الحديد دي، هنجيبها ازاي؟ في واحدة هناك هنا اهي. ايه ماشي، حلو حلو، يلا بينا نوقع اللي تحت تاني. لسه دول موقعوش ليه؟ بس ليه اصدقاء؟ نايس، واحدة. أنا مش شايف في حاجة ورا، وأنا مش شايفها فين. دول زي الفل. وقع لي أختها، حلو أوي. احنا جمعنا شوية فلوس حلوة أوي، 250 دولار. يلا بينا، احنا كده خلصنا اللعبة مع بعض. صراحة اللعبة لطيفة جدا، فيها شغل، فيها تعب، فيها بيع، فيها مكسب. واضح ان هي في
فيها حاجات تاني كتير كمان قدام شوية. اللعبة من وجهة نظري جميلة جدا وممتعة جدا، وممكن نقعد نلعبها وقت طويل جدا. شكرا لكل واحد بيتفرج على القناة بتاعتنا، القناة المتواضعة، بس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان القناة بتاعتنا تكبر، وعلشان يجيلك كل فيديوهاتنا الجديدة. السلام عليكم.